احنا السنة الماضية وهاي السنة شفنا دخول ذول المنشورين على مواقع التواصل الاجتماعي والستوريات، عندهم امكانيات كلش عملاقة، واللي هسه قدموا والعام الماضي هم قدموا، بس هاي السنة كانت اكثر تقديمهم. شفنا عندهم قابلية بالتمثيل، قابلية كلش كبيرة. ليش ما يعني مثلا عراق ايدل شفنا احنا اصوات كلش عملاقة من سووا هيج برنامج، زين هسه احنا كممثلين أي. ليش ما عندنا فرصة لهذا المجال ان نقدم؟ ليش الفنانين نفسهم اللي أنت موجودين؟ أنت مشتغل بالتمثيل سابقاً؟ شيء بسيط يعني، هم يعني إحنا فرق جيل الأمل مثلت المسرحيات. يعني تريد تقول قصدك كل فنان يجيب ابنه يمثل وياه وابن ابنه؟ يعني هاي الفترة كلها من وعينا للدنيا لحد هاي اللحظة إحنا شفنا نفس الفنانين يعني وأكثرية. لا والله العظيم هذا سؤال مهم. اي بس هي مو غلط يعني هسه جلست يعني 5 سنوات اشوف ابن حسان دعدوش هم ممثل يعني. يعني الاكثريه مو غلط اذا عنده موهبه غير زين. ليش اذا مو سنه جايه؟ اذا مو سنه جايه زين هسه حرجع لك زين واضح الفكره. يعني الاكثريه همينه هسه من المسلسلات اللي شفناها اكو نجاح كلش قوي، مو بس عندنا حتى بمصر من ولد الولد لازم واحد يحولها للثاني. هسه شفنا نجاح كلش قوي هاي السنه من المسلسلات العراقيه. صحيح. ليش ما مثلا ندعم اكثر بعد، نعطي مجال للشباب اكثر نشوف فرصهم شنو.